بسم الله الرحمن الرحيم بعضه غرینځاو او هاي احكامي ظاهر صلات الجماعه يعني حكمه يا هي صلات الجماعه ګرونه ونو ميزيون سباتلنګرام يو انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاة وَأَتَى الزكاة ولم يخش إلا الله فأنسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أي إنما يعمر مساجد الله إمارة المساجد هاو صلي نو رجلي زي مكيري هاو ندي مكيري يوان ركاو من آمن بالله واليوم الآخر ديم من يزمون

من قولي يا بي أظهر شعائر الدين الإسلام زو من قولنا بس قولي كاس بين هو بي الدين الإسلام لبراتنا واتفق المسلمون ما اسلموا بيه وعيلوانا على كونه من أعظم التوعات والقربات يا بس أعظم يعني التوعات اللي بوافو نوجي كاربيسا بزمن يزمو تمسوا بيو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد يعني الفرد يعني إذا زي صلاة الجماعة يبررنا الصلاة يا ملوك أصل مكة بسبب ما يشرين هذا جا هذا ما فو يعني ما فو فو والصلاة في المساجد واجبة في أرجاء أقوال يعني أصل مكرين واجبو أوعي من غزياء كوي لي أوعي Jika kila mndu mme ikaa ayum abalighi alio mshinji akia yani umwahini yaani kaa mutaiyani kaaasulia he kambaengichuu wakati kao sola angia ianzo pia wala nakaatenaupaaamakaosinka baliliyao enda mkilini إذا نبغون ينساو كانوا كيون إذا كاسون قبل ياو بغون يساو عواجي بابي القرآن وباي السنة سما بدون ديم كرين جميع زمان غوا قال تعالى <سؤال> وإذا كنت فيهم يلنا كانوا مجنون روانو يلنا يو يكوا جهادي فقمت لهم الصلاة <سؤال> مدة الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يلنا بكبار في وان روا صلي وي فليك فلتقم

أمريكا كيما فيني <applause> ولا كنا سؤال يمكنني كاسنا سلام بكا إلا كأنا أنظر ومن صلى وحده صاحب صلاة أو أما أمريكا سؤال يمكن أي صلاة كي ولكن يفتو فضل الجماعة ولكن يتركوا فائض صلاة جماعة قيمته هو يقول قد قدوقع في المخالفة بترك الواجب يعني هو خلافه هو كمال شينه كل واجب وقالوا الجماعة اثنان شاش وجماعة روايدي يقولني النبي صلى الله عليه وسلم لما لكي بنو هاويه ولسوى بلاهو ماهو يعني شوف يا بن معك بنو هاويه نعم لكاكا مجاناي اذا حضرت الصلاة صلادا فاذنا انا كاي صلاة يبقى وذيني ثم أقيم كاشيو كيمو ويوم مكوما اكبر يعني مزيان بزانيا كي او انني او تاوولين و تدركو جما بدراكي راكا يراي صلا

إذا أنا هذا بي أما نكا ينقوم لي دعوة أو نكا تبعنا وديرو مثلا ننفوها أو نجي أو بيبو أو كلنا باردي مديرو هم هادي سبب ابن عمر رضي الله عنهما كارنقوا أكامتو صلى الله عليه وسلم أكو شئ مؤذني إذا كانت ليلة باردة نكاو كونغو وباردي أنقوفو ذات مطر ننفوها يقول الا صلوا في الرحال اين مسلم ما لهن هانيو ومسلم ما هانيو يعني لما نتمي السلام وقام بها مسابه مدينه عندني او مدينه سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت